إذا جئنا سؤالا سأطرحه لكم وأتمنى مشاركتكم. العامل عامل البلدية الذي يوجد موجودا في الطرقات وهو يزيل الأوساخ عن الطرق، هل هو يقوم بالنظافة؟ سؤال، هل يقوم بالنظافة؟ تفضل. لا، ليس يقوم بالنظافة 100%، لا يقوم بالنظافة، إنما يقوم بتصحيح أخطاء الآخرين. عندما يقوم الشخص برمي الأوساخ على الأرض ويأتي أي شخص منا ويحمله ويرميه في المكان المخصص، فإنما صحح ذلك خطأ ذلك الشخص. متى يقوم عامل النظافة بالتنظيف؟ عندما لا تكون يد العامل يد البشر له دخل، مثلا رياح أو شيء من هذا القبيل، أو أن شخص فتح الباب ولم ينتبه من سقوط حاجة من سيارته يعني وضعها هناك، فهذا ليس له دخل البشر، هذا تنظيف. لكن عندما يكون للبشر يد في ذلك، فإنما عامل النظافة إنما يقوم بتصحيح أخطاءنا عندما نرمي الأوساخ. وحقيقة الأمر عندما تنظر يعني إلى كثير من الناس يفتحون السيارة ويضعونه ويروح، أنا لما أجي أنصح الأشخاص أحيانا أجد كلاما غليظا من عندهم، فوجدت طريقة أنا لا أكلمهم، حتى النساء أحيانا، خاصة النساء ما يحتاج تكلمهم لأن عشان ما تدخل في مواضيع ثانية. ماذا أفعل؟ هو انصرف ولم ينصرف، خاصة إذا لم ينصرف كان ضربة فيه، يعني تأتي وتأخذها وترميها في المكان المخصص، يعني هذه رسالة توجه له ها وللناظرين من حوله أن هذلك الشخص صحح خطأك بعد أن فعلت ذلك الخطأ.